ينضم إلينا الأستاذ ربيع حداد، المهندس والمدير التنفيذي للحملة العالمية لمقاومة العدوان. أهلا بك أستاذ ربيع. يعني هل هناك علاقة بين استلام ترامب رئاسة الولايات المتحدة وتزايد ظاهرة الإسلاموفوبيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهدي فضائية دار الإيمان في كل مكان. لا شك أن هناك علاقة مباشرة، ونحن لطالما حذرنا من أن خطاب ترامب حتى منذ أيام الحملة الانتخابية كان سيؤدي إلى يعني تأجيج والتحريش بين يعني عوام الأمريكان، سيما من الذين انتخبوه وهم من أهل الأرياف غالبا ومن المتعصبين، بينهم وبين المسلمين في كل مكان. وكانت فعلا بدأت يعني الجرائم ضد الأخوات المتحجبات وضد بعض الإخوة وبعض المراكز الإسلامية بدأت حقيقة منذ يعني قبل حتى استلامه سدة الرئاسة ومنذ أيام حملته الانتخابية. فلا شك أن هناك علاقة مباشرة بين خطاب الكراهية الذي تبناه منذ اليوم الأول والتجيش والتأجيج ضد المسلمين وبين ازدياد وتيرة الجرائم ضدهم. نعم، الدراسة قالت أن التجاوزات ضد المسلمين كانت في الجمارك والمعابر الحدودية. هل هذا يعني أن المسلمين غير مرغوب بدخولهم إلى الولايات المتحدة من خلال هذه المضايقات؟ هو لا سيما يعني منذ أن استلم ترامب وهذه الممارسات بحق المسلمين في ازدياد مستمر، وطبعا هي كانت موجودة من قبل لكن ما كانت بهذه الحدة وبهذه الكثرة وما كانت يعني مقننة. الآن يعني القرار الرئاسي الأول ثم القرار الرئاسي الثاني، كل هذا يسير باتجاه واحد وهو معاقبة المسلمين، لا لشيء إلا لكونهم مسلمين، متهمون يعني جرائم الآخرين ومتهمون بالإرهاب ومتهمون بتفريخ الإرهاب وما شابه ذلك. فنعم، هذه حملة أصبحت الآن مقننة ممنهجة مبرمجة، قد تكون يعني بداياتها كانت في عهد جورج بوش الابن، لكن لا شك أنها تأججت وازدادت حدة في منذ أن استلم ترامب سدة الرئاسة في أمريكا. يعني أستاذ ربيع، هل برأيك في الفترة القادمة ستزداد مظاهر العداء للإسلام في الولايات المتحدة أم أنها ستنقص تدريجيا؟ والله يا أخي أنا يعني لا أحب التشاؤم، لكن استقراء لما يعني لتاريخ أمريكا في السنوات 15 الأخيرة حقيقة تشير إلى هذا الاتجاه. نعم، ستزداد هذه الوتيرة، يعني يزيد من حدتها طبعا التشويه الإعلامي الذي يعاني منه المسلمون منذ فترة، ويزيد في حدتها كذلك الجهل المنتشر حول الإسلام والمسلمين في أوساط يعني عوام الناس في أمريكا والغرب عموما. وطبعا هذا الكلام يعني ليس فقط في أمريكا، نحن الآن نرى تقدم اليمين المتطرف في أوروبا. فالمتوقع مع التأجيج الإعلامي الحاصل والجهل المنتشر أن تزداد وتيرة هذه الاعتداءات. نعم، الأستاذ ربيع حداد المدير التنفيذي للحملة العالمية لمقاومة العدوان، شكرا جزيلا لك.